اللي يسأل سؤال كثر السؤال عنه هو الدراسة في الجامعات المختلطة بين الرجال والنساء، لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة لما فيها من الفتنة، لما فيها من الفتنة، والدراسة توجد في أماكن غير مختلطة. ولو تسافر، لو تسافر لدولة أخرى فيها دراسة غير مختلطة وتدرس فيها، أما الاختلاط فهو شر وفتنة ولا يجوز.